مرحبا. يلي بيتابع منصات التواصل الاجتماعي ما بيزهق ابدا، لانه كل يوم في تحدي جديد بيكون عم بيجرب يعمله. ومن بعد الكيكي والزوم تشالنج، ديلي تشالنج عم يتصدر اليوم صفحات التواصل، وبين الناشطين يلي قرروا يجربوا حركه ام فيها لاعب كره قدم بريطاني احتفالا بتسجيله هدف من خلال وضع ايده بطريقه ملفته على عينه. الحركة يلي بتبين بسيطة أول شيء شغلت المتابعين يلي خصصوا دروس وفيديوز لتعلمها وقت قانا ليشارك بهالتحدي أيضا نجوم ومشاهير حول العالم، ومن بينهم نيمار وقصي خولي. هذا جربها هي زبطت معكم؟ ننتقل لفيديو آخر عم يحصد إعجاب ومشاركة كبيرة لخفة دم مأذون أو شيخ مصري عم يزوج شاب وصبية بإحدى المحافظات المصرية، ولكن بطريقة مميزة جدا وخارجة عن كل الطرق المتعارف عليها، لدرجة شك البعض بصحة عقد هالقران. أمرها قطعته. إيه؟ أبشر. إيه العيد خلص خلاص. وإن أمرها إيه؟ قطعته ولا أطاعته؟ أطاعته. أيوة كده قطعته. أبشر برضو. وإن غبت عنها حفظته في ماله وفي عرضه. ينفع الجواز؟ أكيد. شور؟ كيف؟ شور ولا بخور؟ لا شور. شور. طب جوزك اسمه إيه؟ محمد. وبنمد عليه بنقول له إيه؟ عبدالله. عبدالله. وفي رواية أخرى؟ بيبي. بيبي. أحلى بيبي في الدنيا. طب يلا قولي له عايز اتجوزك يا بيبي، عايز اتجوزك يا بيبي. أما آخر أخبارنا فهو مع حملة سخرية واسعة. طالت ممثلة مصرية اسمها سارة الشامي على خلفية صورة وضعتها على انستغرام لحملة إعلانية عم بتقوم فيها لأحد الهواتف الذكية، ولكن الممثلة للأسف قامت بحركة مش كتير ذكية، وهي نشر صورة من وراء الكواليس وبتظهر فيها كاميرا احترافية عم بتصورهم، بينما الدعاية هي لكاميرا هاتف ذكي، الشيء اللي اعتبره الجمهور فضيحة على شركة الهاتف والماركتينج يلي عم يغش الجمهور. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز. وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي.